قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من أبجور شرايحة، حلقة مميزة بعنوان انتقال مريم العذراء إلى السماء علامة رجاء، حيث أكدت الحلقة أن موت أمنا العذراء هو علامة رجاء، وما انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء إلا ثمرة قيامة السيد المسيح المنتصر على الموت. فنحن نرى في انتقال أمنا السماوية آية خلاصنا وعلامة رجاء وطيد بأن الله قد غلب الموت فعلا، وأنه لا سلطان للموت على المؤمنين به. كما تلقى البرنامج اتصالا من الإرشمندريت نادر صوق كاهن رعية كنيسة العذراء مريم جبل عمان. فإلى هناك أبونا، كلمة انتقال وكلمة رقاد وكلمة يعني في هناك اختلافات بالكلمتين. السؤال الثاني كمان اللي الناس عم تطرحه انه من أين جاءت هذه العقيدة؟ وعند البحث على طبعا محركات البحث الانترنت على جوجل، يعني بيشوفوا انه هذه العقيدة تم اعلانها سنة 1950، لكن هي عقيدة قديمة، يعني من القرن الرابع الميلادي الناس عم تحتفل بهذه بعيد الانتقال، فلماذا تم اعلانها كعقيدة بسنة 1950 عن يد قداسة البابا بيوس الثاني عشر؟ فكل هاي الأسئلة رح نتطرقها، رح نتطرق كيف صار عملية إعلانها كعقيدة، وكيف المراحل اللي تم البحث في هذا الموضوع. في ناس كثير طبعا من الجماعات الأخرى اللي ما بتآمن يعني بهذه العقائد اللي أصدرتها الكنيسة، تؤمن فقط بما جاء في الكتاب المقدس، وموضوع الانتقال ما جاءش في الكتاب المقدس صريحا بعبارات صريحة إنه رقدت العذراء وثلاثة أيام مثل ما يسوع بقي في القبر ثلاثة أيام، ومن ثم لما إجوا فتحوا على القبر لقوها مش موجودة، وعن قصة توما لما انخطف وإجا هو من مكان آخر في شاف العذراء طالعة بالنفس والجسد بالسماء وتركت لها زنارها، وأيضا هناك رؤيا يوحنا 12 عم بيحكي عن العذراء مريم امرأة ملتحفة في السماء، وتكملت الآية إذا في وقت كمان راح نحكيها هلا أبونا. فهاي الأمور كلياتها أبونا الناس يعني بتتساءلها وبتتطرق لإلها، فيعني لازم نعطيك اليوم فكرة عن هذا الموضوع ككل وناخده بكل الجوانب. لما بنحكي عن الانتقال، شو يعني الانتقال؟ شو يعني الرقاد؟ كما رقد آباؤنا وأجدادنا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سائدة كلمة الرقاد بالعهد القديم على أنهم في مثوى الأموات، في منطقة الويتينج بيستنوا المسيح يجي تيطلعهم. بيسموها مرات إلها أسماء كثيرة، اللي هي الجحيم أو هي الويتينج روم، المنطقة اللي كانوا ينتظروا فيها قدوم السيد المسيح. هذا هو الرقاد. أما الانتقال اليوم احنا ما نحب نستخدمها كمؤمنين، ما نقول توفى فلان، نقول انتقل. انتقل الى حضان الاب برحمته تعالى، او انتقل الى يعني فكرة الانتقال مع المسيحية مش بس عند العذراء، اصبحت عقيدة راسخة بحياتنا. انه وين ابوي؟ انتقل عند يسوع، انتقل. هاي الانتقال، وكأنك تستخدمين مصطلح فيزيائي، حركة. الانتقال في حركة، تغيير اللوكيشن. نعم. إذن هو لجميع البشر في عملية الانتقال بالنفس، ولكن الانتقال للجسد هنا اللي بنحط عليه خط. هل انتقلت حقيقة مريم العذراء بالجسد؟ ومن أثبت ذلك؟ نعم. نرجع على موضوع أنه العقيدة شرطها الأساسي أن يكون لها سند بالكتاب المقدس. نعم. هلا سند تاريخي، سند فلسفي، سند لاهوتي، بدنا نبحث ونشوف. لما بنحكي أنه إحنا هي انتقلت بناء على قصص وروايات القديسين اللي حكى انها القديسين انه كانتوا مسافر واجتوا وفتحوا القبر وما لقوه، عرفوا انه جسدها تكرم،
فأصبح اللاهوتيين يفكرون. يعني كان ما فتحوا الجسد القبر لو ماتوما إجوا، أنا شفتها بالسماء. بالسماء. بس الفكرة اللاهوتية اللي فتحت آفاق اللاهوتيين فيما بعد إنه أجرة الخطيئة هي 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 الموت، والعذراء بحسب العقيدة السابقة لهذه العقيدة، عقيدة الحبل بلا دنس، تقول أنها حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية. يعني ما عندها مريم العذراء خطيئة، فهي ما بتحتاج يظل جسدها ينتظر لما يجي يسوع بالنهاية الزمن تياخذها. فهالتفسير شوي في منطقية إنه ليش هي طلعت بالجسد، يعني شو الفكرة إنه من دون كل البشر آدم اندفن بتراب، ومن آدم قديش إجي أنبياء. العذراء لأنها كانت شريكة موضوع التجسد الفداء، بالتالي وبالتالي يعني كيف أخذ يسوع بشريتنا إلا من خلال مريم العذراء. يعني المنطقي إنه يكون في إلها تكريم خاص. طبعا بالنسبة لعنوان الحلقة انتقال السيدة العذراء علامة رجاء، نعم عنوان علامة رجاء، نحن أبناء الرجاء، نحن أبناء القيامة، وهذا العيد بيأكد لنا أنه سيدتنا مريم العذراء لم تخضع لفساد الموت، بحيث أنه لم يعرف جسدها الطاهر فساد القبر. ومثل ما تفضلت هذا العيد تحول إلى عقيدة إيمانية، وبالتالي بانتقالها إلى السماء رسمت لنا سيدتنا مريم العذراء الطريق إلى السماء اللي علينا إحنا أن نسلكه كما سلكته أمنا مريم بإيمانها ورجائها ومحبتها. فأصبحت أمنا مريم هي المثال والشفيعة لنا، هي النموذج لكل واحد منا. ومن وحي عيد انتقال السيدة يمكننا أو نستطيع أن نقول إنه الحياة حلوة، ولكن الحياة مع الله في السماء أحلى، الحياة مع ربنا في السماء أحلى، وأيضا الحياة على الأرض زراعة ودموع، ولكن في السماء حصاد وابتهاج، كما يقول المرنم في المزمور 126: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. حلو. طبعا إذا نراجع الإنجيل المقدس نرى أن سيدتنا مريم العذراء هي المرة الوحيدة التي طوبت. كم مرة طوبت برأيكم؟ نعم برأيكم كم مرة طوبت؟ كثير. ثلاث مرات. ثلاث مرات. التطويب الأولى كما قالت في نسيدها: ها منذ الآن تطويبني جميع الأجيال. نعم. والتطويب الثانية مين قالتها؟ قالتها القديسة إليصابات. نعم. طوبى للتي آمنت بأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. والتطويب الثالثة: فيما يسوع يتكلم رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. بالتالي نحن احنا المسيحيين منطوب السيدة العذراء، منكرمها الإكرام اللائق ولا نعبدها. وبالتالي العذراء طوبت لأمور كثيرة، ولكن هنا أحب أختصرها بثلاثة أمور. أولا العذراء مطوبة ليه؟ لأنها حافظت الوصية. وطوبى للذين يسمعون كلام الله ويعملون بها، كما قال السيد المسيح: له كل المجد. إذن هنا سيدتنا مريم العذراء بتعلمنا طاعة الوصية. أن نطيع وصايا الله. وثاني شغلة أنه طوبت العذراء لأنها ولدت المسيا، أي المسيح. شو منقولها في صلاة المدائح اللي منصليها بزمن الصوم الكبير؟ السلام عليك يا من أظهرت المسيح الرب المحب البشر. افرحي يا من أظهرت المسيح الرب المحب البشر. وثالثا العذراء مريم طوبت لأنها تحملت الألام بكل إيمان ورجاء.